أبطال بيننا ومن دمنا، معدنهم نادر وعطائهم حاضر وقلوبهم من ذهب، دافعهم الخير وحلمهم التغيير، بالحب احتفوا لأنهم كفوا. بطلتنا بسمة تظن انها موجودة اليوم لإجراء مقابلة صحفية، لكن فريق العمل كان مرتب لها شيء أكبر. نبتدي بالجريدة؟ يلا دوركم شباب. الحين الماي نطلع من الموقع. نشرة الأخبار رول. أهلا بكم، جاءنا هذا البيان العاجل. بسمة بطلة بحرينية تكرس كل حياتها لخدمة ذوي العزيمة. بسمة، أو كما يناديها الأطفال ماما بسمة، مديرة مركز الحد لذوي الاحتياجات الخاصة وأم لمئة وعشرين طفلا من ذوي العزيمة، أصبحوا لها كل حياتها. كرست حياتها لهذه الفئة حتى أنها عادت لمقاعد الدراسة من جديد لتتخصص في مجال التربية الخاصة. بسمة هي أختي الصغيرة، أنا أكبرهم وهي أختي الصغيرة، عبرهم بس أختي، بعد عبرها هي بنتي، وأنا اللي اختاريت لها اسم بسمة. هي من صغرتها كنت تحب تساعد الناس. أستاذة بسمة إنسانة جميلة قلباً وقالباً، ما شاء الله عليها، إنسانة عطتني أمل. أغلب الدكاترة قالوا لي إنها ما فيها أمل، يعني إن هي تتكلم، إن هي تمشي، بس يوم شفت الأستاذة بسمة التقيت فيها يعني تلاشى ذي الشعور كله، عطتني أمل إن هند ممكن تكون شيء. نقول ماما بسمة هي اللي اكتشفت الموهبة اللي تملكها أختي عليا، اللي هي موهبة الرسم. هي من توفى أبوي الله يرحمه صارت هي الأبو في البيت، خذت المجال مجال الأبو، يعني مسؤولية الأبو هي خذتها، صارت ترعى كل الكل، يعني مثل أخوي اللي عنده الإعاقة تودي يعني المستشفيات، هي تودي أدويته، هي تأخذها. أنا بنتي تنزل من السيارة وتركض رايحة حق الأستاذة بسمة وتسلم عليها وتحبها، هذا يشعرني أنا بالأمان، إن أنا بنتي بتكون في يد أمينة. من كثر هي ما عندها عاطفة قوية حق هاليهال وذي، ولدي اللي أصغر عيالي أنا حن كبر، هي بس ما يبيني أنا، كل ليل بعندها هي، في الليل في نص الليل يوقظني ومرح وديني لها، يسميها توتو، هذي هو يسميها، وديني لها حق، وديني حق توتو. أي هي بسمة وبسمتها تسوى الدنيا وما فيها كلها. أقول إن عسى ربي يجعل هذين كلهم شفعاء لها عند رب العالمين. يعني الناس تقول لي يا بختك إن عندك بنت شذي، يعني هذه بتكون لك شفيعة في الجنة، فما بالك الحين أنت قلت 102 أو 103 وكلهم هي قامت فيهم
ورعتهم. ويعني الملاحظة اللي أبي أقولها إن ترى هذه كلها من غير مقابل مادي. من غير مقابل، من يعني من طيبة قلبها، من محبتها لهم تسوي كذي. طبعاً ماما بسمة أنا أحبك وايد لأنك تسعدين أختي وتسعدين الغير. شكراً، يعطيك العافية وما تكسرين. أعتبرك أمها الثانية، ما أعتبرك مديرة مركزها ولا أعتبرك فرد أو مدرسة أو أنت، يعني كنتي لها بمثابة أم. أعطيتيني أمل، أشكرك عليه جداً جداً أن بنتي بتكون في أمان معك. لو أقول شو أقول، ما وفيت حقك الصراحة أستاذة بسمة، أشكرك من كل قلبي. يعني كل الشكر والاحترام لك، ما قصرتي ويا عيالنا وصلتيهم هالمواصيل، وخاصة محمد يعني وايد وايد أحبك. أتمنى من كل قلبي إن شاء الله الله يوفقك ويحقق طموحاتك، وكل شيء تتمنين إن شاء الله يتحقق لك، واللي تمنيتي حق ذوي الإعاقة واللي حق وطنك يا رب يحقق لك. ماما هاي ما بسمة وايد أحبك. بسمة مهما قلنا نبقى مقصرين، ومهما عبرنا ما بنوفي حق كل اللي سويتيه لكل هالمئة وعشرين وأكثر من ذوي العزيمة اللي كنتي لهم الأم والأب والداعم. وعندنا لك مفاجأة إن شاء الله تعجبك. نسمع معاكم هذه الاتصال الهاتفي. بسمة أحبك شوي، أنا أحبك شوي بسمة. أنا أحبك شوي. بعدها طلبنا من ماما بسمة التوجه إلى خارج المبنى. مستحيل أي مبلغ يوصف هاي السعادة اللي أنا حسيت فيها. يعني كفاية لما طالب من الطلاب واحد من عيالي هو اللي كرمني اليوم، هو اللي يعطيني بالمليوني، كفاية عليه كلمة كرم. يعني إيش كثر تسوى أن أنا سويت شيء للبحرين، سويت شيء للطلبة من ذوي الإعاقة. يعني والله العظيم ما مش أي مال ولا أي مبلغ يوصف السعادة اللي أنا فيها. بسمة أنت كفو وفوق الكفو. ماما بسمة انت كفو. ماما بسمة انت كفو. ماما بسمة انت كفو. بسمة مربية عظيمة ومثال واحد لمربيات كثيرات كانوا بمثابة الأم لطلابهم. العالم يحتاج لمثل إخلاصكم وعطائكم وقلبكم الكبير. بسمة انت كفو.